احنا معانا اتصال تليفوني من الدكتوره حنان علي، اخصائيه واخصائيه طب اطفال. عاوزين برضو نسالها عن حاله الاطفال واثر حرمان الاطفال، نتيجه حرمانهم من الاب والام. دكتوره حنان اهلا بك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. دكتوره حنان، هناك اثر مترتب على هؤلاء الاطفال خصوصا من سن سنتين وأقل إلى 10 سنوات نتيجة عدم وجود الأب والأم. مدى هذا الضرر على الأطفال بسبب هذا الحرمان؟ طبعاً بداية حرمان الأطفال من آبائهم أو أمهاتهم خاصة في السنين الأولى من عمرهم، ده بيأثر عليهم تأثير سلبي كبير، مش بس في الفترة القصيرة دي من حياتهم، لا كمان بيأثر عليهم فترة كده. يعني للأسف الأثار اللي بتترتب على فقدان الأم في الفترة دي أو فقدان الأب بتعيش معاه لسنين حياته بعدين، ودي المشكله الاكبر، ان هو لما بيبلغ بعد كده انسان مراهق وانسان ناضج في المجتمع ممكن للاسف تكون عنده اثار سلبيه وعامل نفسيه كبيره من اثر الحرمان في الصغر. نعم. طبعا الحرمان في الصغر في حد ذاته في السن ده بيأثر طبعا على الطفل، ممكن للاسف يدخل صور من العزله، ان هو يبعد عن المجتمع، ان هو ياخد الاشياء اللي حواليه. طبعا ده بيأثر على نمو اللغه عنده، يعني ممكن يبدا كلامه نفسه يتاثر، الطفل ممكن يتكلم مثلا ممكن يتكلم كلام قليل او حتى مش عايز يتكلم خالص، يبقى عنده مشاكل في النطق في الفتره دي اللي هو لسه صغير. نعم. الى جانب برضه ممكن يبقى عنده شويه تصرفات عدوانيه، يعني هو مش قابل للمجتمع اللي حواليه، شايف ان هم اضروه، فهو يبدا في تصرفات عدوانيه، رفض للي حواليه، ممكن للاسف يتجه مثلا لبعض حاجات زي السرقه مثلا، او ان هو يكذب كتير، او ان هو على طول غضبان باستمرار. نعم. ده للاسف بسبب ان هو يعني فاقد الجو الدافئ، فاقد الحنان، فاقد الاسره العائله الكبيره اللي تهمه، مفيش توجيهات طبعا موجوده في الغالب، يعني مفيش حد بيوجه سليم. ممكن برضه يترتب في الفتره دي بعض المشاكل، ان هو بيبدا يرتبط نفسيا باشخاص معينه ويبدا ينعزل عن الام او الاب نفسهم، يعني هو نتيجه تواجده مع حد معين من اهله ده بيخليه مرتبط بيهم بشده، لدرجه ان هو لو شاف مثلا ابائه او امه أو بعد كده يعني رافضهم او مش قابلهم او شايف ان هم دول بعاد عنه، والاصل ان هو مرتبط مثلا بخال او بعم او بجار ايا كان الراعي في الوقت ده. فكل دي للاسف مشاكل في فتره الصغر اللي هو عمر السنتين والاربعه لحد ما قبل الدراسه. لما الانسان لما بعد كده للاسف بقى يعني لما بيكبر بتبدا تظهر عليه اثار ثانيه وهو كبير. نعم. بيطلع انسان يعني مش مندمج مع اللي حواليه في المجتمع بتاعه، رافض ان هو يتعامل مع كل الاشخاص، حاسس بحرقه. يعني في النهايه دكتوره حنان الطفل بيتعرض لمشكلات جامه بسبب عدم وجود الاب والام، وبسبب حتى الحاله النفسيه المحيطه به حواليه بسبب عدم وجود الاب والام. بشكرك جدا يا دكتوره حنان علي، اخصائيه طب الاطفال، بشكرك شكرا جزيلا لك. شكرا.